دعائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتی تسکنوا ارزقت وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال والسلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیکم السلام قال انی اعدو فی بدنی ضعفا فقلت لو اعیذک باللہ یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمۃ اعطینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیت بالکساء الیمانی فغطیت به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألقن البدر فی لیل تمامه وکماله فما كانت إلا ساعة وعزا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال والسلام عليك يا أمه فقلت عليكم السلام يا قرتين والسامرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأن راحة جدي رسول الله قلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال والسلام عليك يا جده يا رسول الله أتظني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليكم السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك وداخل موطئة الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أكمل قال والسلام عليك يا أمه فقلت عليكم السلام يا ولدي ويا قرتين وسامرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء
وحكتات الكساب فبدل الحسين ناوى الكساب وقالوا السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتظني أن أكون مقماتة الكساب فقالوا عليكم السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك وداخل مقماتة الكساب وأقبل عند ذلك أبل حسني علي بن أبي طالب عليهم السلام وقالوا السلام عليك يا بنت رسول الله يا بنت رسول الله فقلت عليكم السلام يا أبا الحسن يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين عليهم السلام بلند صلوات اللهم صل على فقال يا فاطمة إني أشم عندك روحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هاهما لديك تاتا الكسام وأقبل علي نحو الكسام وقالوا السلام عليك يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تات الكساب قال له عليكم السلام يا أخي ويا وسيم يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك وداخلي تات الكساب قال عليكم السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد زنت لك وداخلي تات الكساب ثم أتيت ناول الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتظني أن أكون معكم تات الكساء وعليكم السلام يا بنتي ويا عزتي قد زنت لك فدخلت تات الكساء فلما اكتملنا جميعا تات الكساء غزي ابي رسول الله فبدر الكساء وعوم بيد اليمنى للسماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخاصتي وغامتي لمهم لمي ودمهم دمي يلومني ما يلوم ويوزني ما يوزنهم انا حرب لمن حرب وسلم لمن سلمهم وعدو لمن اداهم محب لمن احبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعليهم أذهب عن عمر جسا وطاهرهم تطهيرا ما صلى الله فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور البار يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين امتاد الكساب فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تات الكسام
فقال عز وجل ما لبيت النبوة ما در رسالة يوم فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتاني أنا عبد الأرض لأكون معهم صادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبرائيل وقال والسلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك ويتولى الإكرام ويكون لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذني أن أدخل معكم فالتذني يا رسول الله فقال رسول الله عليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك وداخل جبرائيل معنا تات الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال لي النبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تات الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي باسني بلك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل محافل آل الأرض وفي من شيتنا مغبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بالملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال لي النظم والله فزنا وفاز شيتنا ورب القاب فقال النبي ثانيا يا علي والذي باصني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في ما في المحافل الارض وفي من شيتنا مغبينا فيهم ماموما الا فرج الله همه ولا مغموما الا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وكاز الله حاجته فقال لي النظم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام اللهم اجلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم اشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله الإيمان ولا إلا بولايته وإطاعته بلند صلوات اللهم صل على بانی مجلس دے حکم دے مطابق صرف 10 منٹ میں اگے جانا ہے
ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਆਹੇ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਅਜ਼ਾਬ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਹਿ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆਪ ਮੋਮਨੀਨ ਦਾ ਟੁਰ ਆਇਆ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਹਿ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਖੁਸੂਸਨ ਦੁਆਹੇ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਅਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਿਸ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਸੈਦ ਲੰਬੇ ਯਾਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਯਕਬਲੁਲਲਾਹੁਲ ਇਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਲਾ ਬੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੀ ਵ ਇਤਾਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਲਾਇਤ ਹੋ ਸੀ ਵ ਇਤਾਤ ਹੀ ਔਰ ਇਤਾਤ ਵੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਹਜ਼ੀਫਾ ਤੋ ਇੰਨਾ ਹੁਜਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲੈਕਾ ਬਹਦੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਆਏ ਹਜ਼ੀਫਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਬੇਰਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਥੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਹਜ਼ੀਫਾ ਅਲ ਇਨਕਾਰੋ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲ ਇਨਕਾਰੋ ਲਾ ਇਨਕਾਰੁਨ ਲਾਹੂ ਲਿਲਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਉਹ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸ਼ਕੋ ਫੀ ਹੈ ਸ਼ਕੋ ਫੀ ਲਿਲਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਸੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਹਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੀਫਾ ਹੁਬੋ ਹਿਜ਼ਬੋ ਅਲੀਯਨ ਅਲੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਿਜ਼ਬੋ ਆਦਾ ਇਹੀ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਿਜ਼ਬੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਹਜ਼ੀਫਾ ਸੁਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਕੋਈ ਆਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਲਮਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਅਲੂਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ ਮਨ ਸਰਰਾ ਅਈ ਯਜੂਜ਼ਾ ਅਲ ਸਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲ ਸਰਾ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਟੱਪ ਜਾਵਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬਨ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਬੋ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਸਰਰਾਹੂ ਅਲਾਲ ਫਲ ਯੁਤਰਕੋ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਜਹੰਨਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਛੋੜ ਦੇ ਪੁਲ ਸਰਰਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਅਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਪੁਲ ਸਰਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
علی دا غلام ہی اس طرح بن جو علی تیرا استقبال کرے۔ عزیز نگرامی، دکھ دے دن بس ایک جملہ سر مصیب دا، اس دکھیا سین دا جڑی رات گزری ہے نا، یہ رات مسافرہ شام بابے دے سران دی کھڑ کے وین کیتا سوں، ہک یا دو منٹ دا وین، کیڑا وین کیتا سوں؟ بابے دے سران دی کھڑ کے آندیا، بابا میں تیری شاہی ویکھن آیا موں، بابا میں یتیمی تا ناموں ویکھن آئی، اور زیادہ رو مسافرہ شام کدی حسن برا کل جاویا، کدی حسین کل جاویا، بھراواں دے گل چ بائی پاویا، ایو کو جا کیا حسن ویر کیا میرا بابا بچ پمسی، آزاداروں جدوں طبیب آکھیا حسن تیرا بابا نہیں بچدا، زہر جگر تے اثر کر گئی ہے، زہر دا نام آون ڈیرا، آلیا زین بابے دے قدمہ تے سر رکھ کے ہکو وین کے داندیا، بابا اجا مینو ماں زہرا دے دکھ دا نان بھلے، بابا جا میں مازارا دے صدا